السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹوڈے وی ول لرن فورتھ کلمہ. آج ہم سیکھیں گے چوتھا کلمہ. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت أبدا أبدا ذو الجلال والإكرام بيده الخير وهو على كل شيء قدير. فورت كلمة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت أبدا أبدا ذو الجلال والإكرام بيده الخير وهو على كل شيء قدير.